سلام البنات، كي راكم دايرين؟ نتمنى ان شاء الله تكونوا بخير وعلى خير. نتوما تشوفوا في الفيديو تاعنا تاع نهار اليوم. قبل ما نبداو الفيديو، الصلاه والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. نتمنى ان شاء الله نلقاكم دائما بخير وبصحه جيده. اليوم ان شاء الله راح نحضر معكم طبق تاع الشوفلر، يعني ماشي كيما المعتاد التغميس، لا، اليوم ان شاء الله راح نديرو بطريقه مختلفه، طريقه رائعه بزاف تجي ما شاء الله. اش غادي نحتاجو؟ عندي راس تاع الشوفلر راح نقطع منه غير النصف تاعو، وراح نديره يغلي في الماء مالح، نخليه على جهه يغلي. من بعد في المرقه تاعنا، يعني هذه بدون لحوم، لا دجاج لا حتى حاجه، غادي نحتاجو حبه كبيره تاع البصل مسكرفجه، عندي كميه تاع الحمص ماشي طايب غير منفخ، نديروه يطيب مع المرقه، ملعقه كبيره تاع الزبده، ملعقه كبيره تاع الزيت ولا زوج ملاعق، نديروا ملح فلفل اسود وشويه تاع سكنجبير، هذا اللي غادي نحتاجوه. خليكم معايا تشوفوا الوصفه تاعنا. شوفوا البنات، راح نخلي البصل يتقلى مليح مليح في الزيت والزبده حتى يحمر لنا مليح، نزيدوا له الحمص ونزيدوا له التوابل والمرقه ونعاودوا نتلاقاو. كما راكم تشوفوا البنات، بعد ما حمرنا مليح مليح هذاك البصل هذا كما راكم تشوفوا، شوفوا حمر لنا، غادي نزيدوا له الحمص، نزيدوا له كميه تاع الحمص ونزيدوا له التوابل. شوفوا البنات، بعد ما تقلى لنا هذاك الحمص مليح مليح، سمحوا لي لافابور هاي بزاف، غادي نزيدوا كميه تاع الماء، ايه على حسب ما يتغطي لنا هذاك الحمص، يعني ما تكثروش الماء بزاف البنات. شوفوا المرقه تاعنا، شوفوا اللون تاعها جا رائع. المهم خلوها يعني مده طيب عادي البنات، شويه تاع الماء نخلوها طيب حتى تنشف شويه هذيك المرقه، ونعاودوا نتلاقاو باش نكملوا الوصفه تاعنا. فوالا لي في، كيما راكم تشوفوا هنايا، بعد ما غليت الشوفلر تاعي في الماء مالح كيما راكم تشوفوا، شوفوا البنات طيبته مليح مليح. شا غادي نحتاجو في الشوفلر تاعنا؟ عندي زوج حبات تاع البيض، عندي ربع حبات تاع الفرماج بورسيون هذا مثلثات، وعندي كميه تاع الخبز يابس مطحون، ها هي لا شابلو عادي البنات، نتمنى ان شاء الله الصوره واضحه. شا غادي نديرو البنات؟ غادي نديرو الفرماج تاعنا، ونديرو غير حبه تاع البيض البنات. الا شفنا البيضه تاعي تكون كفاتني ما نزيدش حبه هذيك تاع البيض، والا صبتها ما كفاتنيش نزيد الحبه الثانيه، نخلطو بالفرشيطه حتى نمرسو مليح هذاك الشوفلر والجبن والبيض تاعنا كما راكم تلاحظوا. هنايا بعد ما خلطت، شوفوا البنات، يعني غير حبه تاع بيض كفاتني باش لميت الشوفلر تاعنا، شوفوا حتى يولي لكم الخليط بهذه الطريقه. شا غادي نزيدوا له مع شويه حامي، نزيدوا له لا شابلوغ البنات، ونبداو نخلطوا حتى كشغل تولي عندنا هكا جينا باش نقدروا نكوروها هكا، يعني باش كي نديروها خبيزات تجينا يعني حكمه روحها. نزيدو لا شابلوغ، نخلطو مليح، حنزيدو شوية على شابلوغ البنات،
شوفوا البنات هنايا بعد ما لميتها مليح مليح، شوفوا نجمو يعني ندوروها خبيزات كيما هكا، يعني نجمو شكلوها عادي البنات. شوفوا الان هنايا اش غادي ندير، غادي نوجد مقله فيها شويه تاع الزيت باش نقلي هاد الكرات تاعنا، نشكلوهم ونعاودو نتلاقاو. كما راكم تشوفوا البنات بعد ما كملت شكلت الكريات تاعنا درتهم بهذا الحجم، شوفوا البنات جاوا رائعين كما راكم تشوفوا. غادي نقليهم في الزيت، درت حبات هادو بالشابلور وهاد الحبات اللي بقاو لي درتهم بالفارينه، يعني لكم الاختيار، ولكن بلاشابلور البنات انا ننصحكم ديرهم بلاشابلور يجوا احسن من الفارينه. يعني غير مما كمل لي لاشابلور درت بالفارينه، ولكن عادي. غادي نقليهم كاع في الزيت البنات. المرقه تاعي نورمالمون راهي طابت، مازال ما حليتش عليها، دوك نشوفها. نعاودو نتلاقاو ان شاء الله حتى نكمل هادو كاع نقليهم، نتلاقاو باش نشوفوا الوصفه تاعنا في صحن التقديم. البنات شوفوا بعد ما طابت لنا المرقه خليت هادوك الكويرات، حخليهم يغلو غليه في المرقه تاعنا باش يشربوا ونتلاقاو. البنات الوصفه تاعنا تاع نهار اليوم هيا معنا واجده، نتمنى ان شاء الله تعجبكم. يعني جاوا رائعين بزاف هاد الكريات، قليتهم في الزيت عادي البنات، درتهم في المرقه يغلو غير غاليه وحده باش يشربونا مليح، وحضرناهم يعني لاصوص. شوفوا البنات دقيقه نوري لكم، شوفوا البنات لاصوص جات خاطره ما شاء الله. شوفوا نتمنى ان شاء الله الوصفه تاعي تاع نهار اليوم تكون عجبتكم. ما تنساوش البنات الى عجبتكم الوصفه خلوا لنا تعليقات رائعه، وخلوا لنا لي لايك باش واشتركوا في القناه وفعلوا الجرس باش كل ما ندير فيديو جديد يوصلكم. وشكرا شكرا بزاف البنات اللي دعموني، وشكرا للقنوات اللي دعمتني، ربي يحفظكم والله يبقي عليكم ستر. وشكرا للبنات اللي دخلوا جدد، مرحبا بكم في القناه، ان شاء الله تستفادوا. تهلاو في رواحكم البنات، والى الملتقى ان شاء الله مع فيديو جديد ووصفه جديده. سلام.